السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. السوداني: نجدد الالتزام بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حماية للحريات العامة. الحشد يقتل 5 إرهابيين جنوب الموصل. الديمقراطي الكردستاني: زيارات الوفود الكردية لبغداد ستكون مستمرة ولن تنقطع. السوداني: العراقيون الذين انتصروا على الإرهاب قادرون أن ينتصروا على الفساد. البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع سعر الدولار ويحدد موعد عودته إلى وضعه الطبيعي. إليكم تفاصيل الأخبار. اعتبر رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني السبت أن إجراءات الحكومة في مكافحة التطرف ونبذ العنف وتأمين التعايش السلمي ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن وضمان تقديم الخدمات للمواطنين والحد من الانتهاكات تمثل فهما حقيقيا لأهمية قضايا حقوق الإنسان. وقال السوداني في بيان أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة نجدد فيها التزام حكومة العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حماية للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان. وجدد السوداني التأكيد على السعي لتأهيل سبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق والتعاطي بمسؤولية وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. قتلت قوة من الفوج 51 اللواء 58 في الحج الشعبي اليوم السبت. 5 دواعش يشكلون مفرزة إرهابية في قاطع تلول الباج جنوب الموصل. وذكر بيان لهيئة الحج أن القوة المذكورة لاحقت المفرزة الداعشية وتمكنت من قتلهم جميعا. أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم السبت أن زيارات الوفود لبغداد ستكون مستمرة ولن تنقطع. وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن هذه الزيارات ستكون استكمالية واحدة تكمل الأخرى لأنها ستحدد حل جميع نقاط الخلاف وفقا لآلية ومدة زمنية معينة. وأوضح أن أبرز الملفات التي ستبحثها الزيارة المادة 140 وحصة الإقليم بالموازنة، لذلك فإنها ستكون لوفد فني حكومي يركز على المدد الزمنية وآلية الاتفاق. وأشار كريم إلى أنه سيتم انتظار إقرار القوانين تباعا ووفقا لجداول زمنية وسلسلة مباحثات. حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني اليوم السبت الاحتفالية التي أقامتها قيادة عمليات المشتركة بمناسبة الذكرى 5 لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني حيّ أبناء القوات المسلحة بجميع صنوف الذين صنعوا النصر ودحروا الإرهاب في معركة بطولية ستظل خالدة في وجدان كل العراقيين، كما استذكر الشهداء الأبرار وتضحياتهم الجليلة وبطولات الجرحى الأبطال وبسالتهم في الحرب على الإرهاب. واستمع على حديث عوائل الشهداء وعدد من الأزيديات وإلى طلباتهم ووجه بمتابعتها وسرعة إنجازها. قال السوداني في كلمته خلال الاحتفالية حسب البيان: نحيي اليوم الذكرى 5 للنصر المؤزر على فلول الإرهاب والظلام. نصر ما كان يتحقق لولا صلابة العراقيين وصبرهم وتكاتفهم. لقد صنعت قواتنا المسلحة هذا النصر بجميع صنوفها من الجيش والحشد الشعبي والعشائري وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرد السريع في وزارة الداخلية وقوات البيشمركة وغيرها من الأجهزة الاستخبارية والقوات الساندة. أوضح البنك المركزي العراقي السبت أسباب ارتفاع سعر الدولار فيما حدد موعد عودته إلى وضعه الطبيعي. وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري إن مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد، مبينا أن البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار. وأشار إلى أن هذه المنصة فيها إجراءات لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن بعض المصارف أخذ وقتا من أجل تطبيق هذه الطلبات.
أضاف الياسري إن المصرف كانت سابقا تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، لكنه الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة، وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت، لافتا إلى أن بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي. وأوضح أن البنك المركزي عالج ذلك من خلال رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي، وزاد من حصص المصارف والشركات من الصنف أليف وباء وجيم من الدولار، مشيرا إلى أن إجراءات التدقيق سوف تأخذ مدياتها الاعتيادية، وسعر الصرف سيرجع إلى التوازن الطبيعية، وشدد على أن سعر الصرف لا يزال منضبطا وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر.